السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنكمل كلامنا على الزغلولين الأفريكان أول اللي احنا كنا بنأكلهم في الفيديو من يومين، اللي هم في عمر 10 أيام، وإزاي إن أنت بتتعامل مع الحمام العظم العريض من عمر 10 أيام خصوصا في الشتاء علشان ما يموتش منك بسبب السقع وقلة الأكل. بس وأنا بتفرج على الزغلولين أو بتابع الزغلولين ابتديت إن أنا أخد بالي إن زغلول منهم دخله او في الحلق زي مخاط او بلغم وهو لسه عمره 10 ايام. وفي الفيديو ده يعني ما كانش باين خالص في الفيديو اول امبارح، ولا كان باين النهارده وانا بعمل الفيديو. اتمنى ان انت تتابع الفيديو كويس وتعرف الزغلول ممكن يكون عنده ايه وانت مش واخد بالك. متنساش تعمل لايك للفيديو وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد. هنشوف مع بعض الزغلولين والخطوات اللي بتتم، وإن شاء الله هيكون في فيديو تاني بعد يوم أو اتنين على نفس الزغلولين عشان برضو نتابع مع بعض عملي ونشوف برضو واحدة واحدة مستواهم هيكون عامل ازاي، أو المتابعة بتاعتهم هتبقى شكلها عاملة ازاي. مساء الفل عليكم جميعا، يا رب الناس كلها تكون بخير. كنا اتكلمنا في فيديو من يومين بالظبط عن الافريكان اول وازاي ان انت بتنقذ الحمام اللي هو العظم العريض الجوف الضيق، وان ازاي 3 دقايق بس بالليل يقدروا يفرقوا في عمر الزغلول. دول الزغاليل بس مش تاني يوم على طول، ده اليوم اللي بعديه. طيب تعالى نبص للزغاليل كده. الزغاليل لسه هتموت من الجوع، يعني انا امبارح اكلتها 3 مرات والحضان برضو معرفش يديها خشن. ده مش من سوء الحضان او مش من عيب من الحضان، هو الموضوع يخص الزغلول نفسه. يعني ايه؟ يعني الزغلول لحد دلوقتي بص مفيش اي خشن دخل معدته من ساعة ما صورنا الفيديو اللي هو من أكتر من 24 ساعة. مش عيب الحضان، الزغلول عظمه قاطع. ده الزغلول لما يكبر الريش هيمتد لحد هنا، فده عظمه بس. الجوف من جوه ضيق، يعني الزغلول علشان يدخل عظمه في بق الحمامة وياكل منها الخشن بيكون صعب عليه في البداية، بياخد وقت على ما يتقبله، بيبلع المية اللي هو تنزل ماشي، بيبلع كسر الحبوب، انما حبوب كاملة في السن ده مش هيقدر. ومعظم الخسائر بتكون في السن ده زي ما قلنا او اصغر من كده يوم او اتنين. ليه؟ لان الحمام لسه ما اكلش ومش عارف ياكل من الحضان، يا دوبك ايه يعني بلع حباية واحدة بالعافية على ما يتعود. بس على ما يتعود فيها يومين ثلاثة هيكون الزغلولين ماتوا وشبعوا موت. طيب احنا برضو بنبتدي ان احنا نزق الزغاليل اليومين ثلاثة اربعة خمسة لحد ما نتأكد ان الزغاليل دي بقت بتكلف لوحدها من الاهالي. يعني خلاص دخلت لقيت الزغلول ده معدته دي بقت مليانة اكل خشن، خلاص انت كده عرفت ان هو خلاص اعتمد على نفسه مع الحضان. طيب الحل برضو زي ما قلنا ان احنا ناكل الزغاليل. ليه؟ العظم اهو زي ما احنا شايفين ده افريكان اول، مش صافي ومش غزار، مش الكلام ده كله، هو شبه العظم بس الافريكان اول حجمه صغير زي ما احنا شايفين. دول الزغلولين يعني ما يكفوش 100 جرام، فاحنا هناكلهم تاني برضو. مجهزين الميكس، مجهزين السرنجة والكوباية وهنأكلهم تاني. هتفضل كده لحد زي ما قلنا ايه الزغاليل تلاقيها اعتمدت على نفسها واكلت من الحضان زي ما قلنا كده اهو. بص مفيش ايه، مفيش حبايتين، دي ده هوا، يعني ده هوا وفي حبايتين ثلاثة بس دور عويجة اللي انا شايفهم في ايه في معدته. طبعا زي ما قلنا برضو هنقول تاني الميكس. طيب خلينا تعالوا بقى نشوف مع بعض نقطة مهمة. الزغلول ده كويس والزغلول ده كويس، بس ده بقه نضيف، ده بقه بص في ايه سنة بلغم صغيرة اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات على نتايج الهومر.
ده هنظبط معاه برضو ايه في حلقة كده، هقول لكم انا هديله ايه. انا هديله دوكسي، بس هديله دوكسي ازاي بقى؟ هبتدي ان انا كنت مجهز الميكس، هرجع تاني اعمل ايه، افضي الميكس اللي في السرنجة اللي هو اللي انا جبته ده، وافضيه في كوباية تاني، واجيب كبسولة دوكسي، دوكسي مايسن، وافضيها على الميكس اللي انا هاكله للزغلولين، واقلبهم وادي للزغلولين الاثنين علشان الايه البتاعه دي تروح. هجيب الكبسوله واجيب حاجه انضف بيها الزغلول، وهنرجع لبعض تاني. جبت زي ما قلنا الدوكسي مايسن اللي هو استخدمناه برضو في الفيديو اللي فات عشان البلغم اللي في الحلق اللي بيبقى من امراض التنفسي. هفضي الكبسوله دي على شويه الميكس اللي هاكلهم للزغلولين، وهقلبه كويس. الكبسوله دي بتتفك، هفكها واقلبها على الميكس واديهم للزغلولين في الحصله بتاعتهم. ليه الزغلولين؟ علشان برضو ده من امراض، ممكن الزغلول التاني ينقل الايه المرض، عشان بقه جنب بق التاني فممكن ينقله المرض بسهوله. فاحنا ممكن ايه نستخدم الدوكسي، وهنشوف برضو النتيجه مع بعض في الفيديوهات اللي جايه. زي ما احنا شايفين كده كبسوله اهي، بودر افضيها افركها كويس عشان ايه تكون متجمده، وابص اشوف لو في بقايا ولا حاجه وابتدي ان انا ايه ارميها بعد كده، مش مشكله. واقلب كويس عشان اخلط الميكس جولدن ميكس ده بال دوكسمايز. وبعد كده اسحب بالسرنجه ودي للزغلول الازرق الكويس الاول، ودي بعد كده التاني. بس الاول هنضف البق بتاع الاولاني اللي هو تعبان. اجيب الزغلول الازرق بتاع تنظيف الودان، بتاع تنظيف الودان دي واحدة منهم. هبتدي ان انا اجيب بتاع التنظيف بتاع الودان، وهنضف له الحتة اللي موجودة دي. يعني وهو في الطاجن مش باين عليه خالص، لازم نمسك الزغاليل ونفتش فيها. يعني بص اهو هطلع ايه، تنضف كويس وتترمي على طول علشان ما تعديش، ما تستخدمهاش تاني او ما تحطهاش ايه في حته الحمام ينقر فيها، وتديله شويه ميكس تاني اهو. بس وتفضل تساعدهم كام يوم لحد ما تتاكد ان الزغاليل بتاكل من الاهالي. الموضوع ده هياخد برضو يوم واتنين كمان، ليه؟ على ما يقدروا يستوعبوا الخشن. في العمر ده لازم نساعد زي ما قلنا كده اسبوع كامل الزغاليل اللي هي ايه القواطع والعظم العريض والزغاليل اللي احنا ما بناخدش منها حاجه بصراحه، لازم ايدينا تكون فيها نعرف فيها ايه. يعني انا اكتشفت اهو بالصدفه ان هو ايه داخل له حاجه من التنفس، فلازم اتعامل معاه من البدايه. يوم بالظبط ما خدتش بالي منه هيموت. هنصور فيديو تاني ان شاء الله